اليوم كتشوفوني مش سلطانة مي أنا الملكة أحلام، أنا الملكة أحلام، غير أنا ماشي ملكة أحلام، أنا فنانة نور، أنا بس نور، ما عنديش الألماز والذهب واللي صورت أحلام، ما عنديش وما غنتباهاش بها. هادشي كلشي اللي دايره في الستيل دو أحلام بالحق، كلشي مدرح، هادشي مصوبه راسي اللي الكل حتى 4 الصباح وحنايا جالسين كنصاوب انا ومرات خويا كنحييها وجالسين كنصاوبو كنوجدو. دونك ما عندي لا طائرات خاصين ديال الاحلام، ما عندي لا دياموند احلام، كيف شفتو الطنقه كطيح وكنحاول نردوها بالقفل. كتشوفوا شعر الاحلام، شعر ديال الاحلام بيان سور مدرح، حتى انا بيان سور مدرحه، ولكن واحد الطريقه ديال النور لانه ما يمكنش تحيد لي داك الجنون اللي فيا. دونك احلام كانت لابسه لبسه في موبرا في الفولور مجدو المغربي، غنتما غتشوفوني مي غنوقف. احلام صارت الملكه نور. بالعكس انا غير كنبش على شويه شويه من كل فن نتعرف، ما بغاش نتعمق في السياسه لان السياسه لها ناسها، ما بغاش نتعمق في الدين، الدين له ناسه، ما بغاش نتعمق في شي مسائل اللي يمكن كلامي مش مسموح فيها. انا خليني في الفن، خليني في الثقافه الفنيه، خليني في ثقافه اجتماعيه، خليني في يكون عندي جواب لكل سؤال قد المستطاع. أنا لا طلب مني السي بن كيران أي حاجة كمواطنة أو كفنانة مغربية غادي نلبيها فورا على راس وعينيا، لأنه إحنا الشعب المغربي، والشعب المغربي معروف ما شاء الله بأنه كيمتثل لكل القوانين، كيمتثل لكل المتطلبات. يوم ما كتطلب منه شي حاجة تيربي تيلبي الدعوة والرغبة. دونك ما يمكنش نبخلت أنايا، وكنطلب من الله السي بن كيران يوفقه في مسيرته، والله يغلبوا على عديانه، والله يخليه كيف ما هو. راه ما شاء الله دير بزاف ديال المجهودات ودير بزاف ديال الخدمه، وهادشي كامل في اطار 5 سنين لاحظناه ولمسناه وشفناه. الحمد لله نشكره ونشكره القائمين على امان في بلادنا. احنا ماشي شعب جوج فرانك، ويمكن هاد الوزيره انا سمعتها من خلال السوشيال ميديا، ما كانتش في المغرب طبعا، مي قريت بزاف عليها. يمكن الوزير او الوزيره هما اولى بانهم يعطوا واحد الصوره مشرفه على المستوى الثقافي، على المستوى الحضاري، على المستوى الادبي، لانهم هما اللي تيكونوا تحت، بحالنا احنا الفنانات تيكونوا تحت الاضواء وكيكون كلامهم مسموع. اذا عطاو شي كلمه غير محترمه او مختدله او مبتدله يمكن عيب، لازم ضروري يدور 7 مرات في لسانهم عاد يطلقوها، لانه كلامهم محسوب عليهم. يمكن تقولي جوج فرانك عيب، لانك انت في واحد يمكن واحد اللقاء اللي هو ثقافي سياسي اجتماعي. دونك عطيو دائما صوره مشرفه، وبالخصوص انك تخرج من فم مرأة. انا مع المراه اللي تكون دائما مرزنه ثقيله، تحكم في لسانها وتحكم في كلامها، ومتفقه مع الناس انهم خاصهمش عاوتاني يبداو يبسلوا بزاف ويبداو يقول لك هذه وزيره عندها مليار، وهذه وزيره دايره بوتوكس ومصوبه قنفه ودايره ليفتينغ. ما سوقهمش، المهم انا السيده دايره ليفتينغ ولا دايره بوتوكس، راه خدامه في الوزاره وواقفه على شغلها وفايقه بكري باش تغير شي حاجه في هذه البلاد عن طريقها. بالعكس ساندوهم وساعدوهم وحبوا السياسيين للبلاد، لانهم هما كيحبونا مادام تيخدمونا حنا كمواطنين. انا كنخدم 22 ساعه او نقدر نخدم 24 ساعه، مي انا خدامه حره ديال دراسي. انا فنانه حيت بغيت نجلس لي النبات، وكيف معروف عليا كنخيط ونسق اللي كله حنا كنديرو في كريستال وكنقادو. بالعكس انا نقدر نخدم 24 ساعه، كيف يقدر يوم ما ندير والو، نبغي ناخذ راحتي باش نستعد للانطلاقه او شي سفر او شي 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 شي, شي, شي عمل فني. بالعكس انا كيف تيقولوا انا مع الناس اللي ما يحسبوش الوقت، سورتو الا كان وقت في العمل، لانه العمل عباده. انا
بالنسبه ليا جميع النساء المغربيات اللي كيناضلوا وتيجتهدوا لشي سبب معين او شي جهه معينه مثلا، بالنسبه لي هاد النساء المغربيات كلهم مناضلات، كلهم ملكات، كلهم مكافحات، من الخناتة بنت بكار، من كاع العيالات اللي كانوا في الخمسينات وفي الستينات وكانوا كيشتغلوا مع المقاومه وضد المستعمرين اللي كانوا مستعمرين بلادنا في ديك الحقبه من الزمن. كنحيي دوك الناس، دوك العيالات اللي كانوا يشتغلوا وراء بيوتهم باش يساعدوا رجالاتهم اللي كانوا مقاومين. انا بالنسبه ليا عندي واحد الحب، عندي واحد حب قديم لصديقه سميتها نوى المتوكل. بالنسبه ليا هذيك السيده عزت ربط المغرب فعلا في وقت كيف تيقولوا لا بيل ايبوك، هزات درابو المغرب في العاب اولمبيه في الثمانينات. بالنسبه ليا هذيك اول مراه مغربيه هزات ورفعت درابو المغرب. بالنسبه ليا كاينه مراه اخرى كنحترمها وكتعيط ليا دائما انت بنتي وكنحماق عليك، وانا بصراحه تنعيط ليها انت ماما وكنحماق عليك، هي عائشه شنا. كنحترمها كنحبها وكتبكيني فيما نتلاقاو كنتعانقو وكنتباكاو. هذيك السيده بالنسبه ليا هزات درابو المغرب كثر من درابو المغرب، هزات قلوب المغاربه على 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 واحد على واحد المشكل اللي قليل اللي يقدر يدوي فيه او يشتغل فيه. ولا جيت نعطيكم سميه ديال شي وحده اللي هرست درابو المغرب، بالنسبه ليا كاينه شي وحده سمعت اللي ما تكيسولوني عليها بزاف واخا ما كنبغيش ندوي عليها لانه ما كنعرفها شخصيا، ما عمرني ما شفتها، ولكن راه يكفي انه فضائحه معروفين على الصعيد الوطني ودابا على الصعيد الفرنساوي، وهذا الشيء اللي كاين. وما شرطنيش نقول سميتها لانه كاين فنانات، انا ما يمكنش ندوي على فنانه، مي لمحت لكم وخليها تكون في الزوره، مي بالحق انا مع الناس المغربيات اللي كيشرفوا رايه بلادهم وكيشرفوا سمعه بلادهم. انا مع ما يتعطاش ان سيزار الا بوغ دي جون كي لو ميريت، باش يتعطى لوحده سكوندالوز هربانه من بلادها ونزيد نشجعها نعطيها انا شي حاجه. دونك هذه لازم يتاخذ فيها النظر، يعاد فيها النظر، لانه بصراحه لا جو سوي كونتر هاد السيده وجو سوي كونتر هاد الناس اللي يمكن يجيو نكرموا وحده حيت كدير في دي زاكت بورنوغرافيك اللي شفناهم حنا شافهم العالم كامل، ونجي نقول لا مسكينه نتواجعوا نساندوا معها. لا لا انا كنساندو مع اللي كتخدم مسكينه في الطواليت وكتحك وتجفف، واللي كيخدموا عند الناس واللي يخدموا في السبيطارات وكيقاب يولدوا العيالات ويكونوا قابلات في العروبيه وفي الشتاء والبرد، هذوك هما اللي خاصهم ان سيزار دو لا ميور فام او موند.